اليوم نتكلموا على امراض القلب والشرايين والصيام في رمضان. عموما شنو كنعني بامراض القلب والشرايين؟ يمكن لينا نجملوهم للاكثر انتشارا، هما واحد 8 ديال الامراض اللي كتهم القلب والشرايين. اولا ارتفاع الضغط الدموي لي بيرتونسيون ارتيريال، وهنا خصنا نقولوا بانه مغربي من البالغين المغاربه مغربي بالثلاثه عنده كيعاني من الضغط. النص فيهم 50% هادو الناس اللي كيعانيو من الضغط، النص فيهم ما عارفش راسو اصلا، والنص الاخر هو اللي عارف راسو، وهذاك اللي عارف راسو كاين اللي كيداوى كاين اللي ما كيداواش، وفي هذوك اللي كيداواو كاين اللي كيوصل للنتائج ديالو كاين اللي ما كيوصل ليهاش. النوع الثاني ديال الامراض ديال القلب هي قصور القلب او الضعف ديال القلب ولا القلب ضعيف. النوع الثالث هو الناس اللي عندها مشاكل في ديال الذبحه الصدريه، لونجي دو بواترين. شنو هو لونجي دو بواترين؟ هو الانسان كنعرفوا باللي القلب هو براسو عضله، واحد لا بومب اللي كتفرق الدم على الجسم. اذا هذيك العضله ديال القلب هي براسها محتاجه للدم ومحتاجه للاكسجين. هذوك الشرايين اللي كيغذيو القلب هو الشرايين التاجي، مع الوقت مع السن مع السكر مع الطونسيون مع الكوليسترول كيبقاو يتسدوا ديك الشرايين التاجي، وهنا كتولي الذبحه الصدريه. الذبحه الصدريه باش كنعرفوها هي الانسان كيضرو كيبقى يجي الالم في الصدر ديالو، كيمكن يمشي له لهنا كيمكن يمشي مع يدو ديال الشمال، ولكن عموما الانسان كيحس بواحد الضغط هنا في على القلب ديالو وكي دائما كيشكي كيقول لك هنا كيحرقني. هذه الذبحه الصدريه. كاين كذلك النوع الثاني هي احتشاء عضله القلب او اللنفاكتوس، هي هذاك العروق اللي تكلمنا عليهم كينقص فيهم الدم ديال القلب الشرايين التاجي، شي مره كيتسد. ملي كيتسد هذوك الخلايا اللي كان كيس اللي كان الدم كيوصل لهم عن طريق ديك الشرايين كيبقاو يموتوا بشويه بشويه، اذا كيموت جزء من القلب. هذا هو الاحتشاء ديال عضله القلب او لانفاركتوس. النوع كذلك الخامس ديال هما الصمامات، ملي كيمرضوا الصمامات. وكاين كذلك النوع السادس هي ضربات ديال القلب ما كتكونش منتظمه، كتخسر ضربات القلب كيتسموا لي تروب دو ريتم. النوع السابع هما الامراض الخلقيه، الاطفال اللي كيتزادوا خلقيا عندهم تشوهات خلقيه في القلب ديالهم في الصمامه ولا في شي الفونتريكول ديال 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 القلب. والنوع الثامن وهذا هو الجلطه الدماغيه، ما نساوش بان الجلطه الدماغيه راه داخله مع امراض القلب والشرايين. علاش؟ لان هذيك الجلطه اللي كتجي منين كتجي؟ كتجي ملي القلب كيصيفط واحد الترومبوس واحد الترومبوز واحد التخثر، الدم كيتخثر في واحد العرق وكيمشي للعرق في الراس وكيسدو. هادو هما الامراض ديال القلب والشرايين. وخصنا وهنا غادي نشوفوا شكون اللي يمكن له يصوم، شكون اللي يمكن ما خصوش يصوم، وكيفاش نستافدوا من رمضان باش نقويو الصحه ديال القلب والشرايين ديالنا. قبل ما نتكلموا على الخطر ديال الصيام على بعض الانواع ديال المرضى ديال القلب، خصنا نذكروا بانه الصيام كيمكن يكون واحد المناسبه اللي في رمضان الصيام كيعند واحد التاثير ايجابي على القلب ديالنا وعلى الشرايين ديالنا الا عرفنا كيفاش نتعاملوا معاه. علاش؟ اولا في رمضان ما كان حتى الناس اللي كيكميو مفروض يعني واحد عندهم واحد العدد الساعات في النهار 16 ولا 15 ولا 12 ساعه ولا 14 ساعه اللي ما كيكميش فيها. في الايام العاديه الا قلتي له تبقى 12 ساعه بلا ما تدخل ما يمكنش، ولكن في رمضان لان مساله دينيه اذا كيمكن لنا نستافدوا من هذه الناحيه، القلب كيستافد والشرايين. الثانيه هي كذلك نقصوا مفروض نقصوا الاستهلاك ديال، لانه ملي كنصوموا نقصوا من السكريات ومن الدهنيات كيتحرقوا، وهذا كيشكل اضافه ايجابيه بالنسبه للقلب والشرايين ديالنا. كذلك رمضان الصيام كينقص طونسيون الانسان، الضغط الدموي كينقص وهذا فيه فائده للقلب ديال الانسان. كاين كذلك في رمضان كيرتاح القلب. علاش؟ لانه في ديك الساعات الصيام الجهاز الهضمي كيكون مرتاح، وبالتالي القلب ما مضطرش يصيفط الجهاز الهضمي واحد الكميه ديال الدم باش تخدم 24 ساعه على 24 ساعه، وهذا كيريح القلب ديالنا. كذلك حتى الخلايا ديال القلب نفسها ملي كنكونوا صايمين ملي كنصوموا، والصيام كيساعد على تجديد ديال الخلايا، حتى هو كيستافد من هذا تجديد الخلايا والتخلص من السموميات ديال جسم الانسان. ولكن كاين الناس اللي ما يمكن لهمش يصوموا، وهنا غادي نقولوا على انه عموما الناس اللي عندها هذه الامراض اللي تكلمنا عليها ولكن الوضعيه ديالها مستقره بالادويه والمراقبه الطبيه كيمكن ليها تصوم. ولا بالحق كاين بعض العلامات الناس اللي ما خصناش يصوموا. عندنا شي علامات اللي خصنا ننتبهوا ليهم بزاف الا بانوا الانسان ما كيبقاش يمكن له يصوم. الناس اللي كتحس بالالام في الصدر ديالها
مهما كان، وهي عندها مرض من امراض القلب الشرعي اللي شفناهم، ما كيمكن ليهاش تصوم، خاصها تشوف الطبيب، لانه يقدر يكون هذاك الالم ديال الصدر عنده علاقه بمشاكل في الشريان التاجي، وهذا خطر الانسان يصوم. الحاجه الثانيه، الانسان اللي كيحس باللهجه بالعيا كيبقي يعيا، الا كان هو مستقر وبدا كيعيا هذا ما يمكنلوش يكون كيصوم. اذا الا خدينا مثلا الناس اللي عندها ضعف ديال القلب، الا كانت الوضعيه مستقره يمكن له يصوم. بالحق الا كان عنده هاد الديسبلي اللهجه وما كيقدرش يتمشى ولا ما كيقدرش يطلع الدروج ولا غيره، ما كيمكنلوش يصوم. كذلك الناس اللي عندها الذبحه الصدريه غير مستقره، الناس اللي عندها الذبحه الصدريه كتاخذ الدواء ديالها مستقره، ما كاين اشكال، كيمكن لها تصوم تحت المراقبه الطبيه. بالحق الناس اللي عندها الذبحه الصدريه غير مستقره اللي كيجيها الحريق في اي وقت، هذا ممنوع عليه يصوم. الناس اللي عندها مشاكل في الصمامات كبيره، يعني عنده ديك الصمامات مزيره بزاف، هذا ما غيمكنلوش يصوم. الناس اللي دارت اللي عندها اللي دارت لانفاركتوس ديال القلب في 3 شهور، يعني الا درتي الانسان اللي دار لافراكتوس ديال القلب، هي احتشاء عضله القلب، 3 شهور من بعد ما يمكنلوش يصوم. الانسان اللي دار ديلاتاسيون اللي تسدوا ليه العروق ديال الشرايين التاجي ديالو وداروا له ديلاتاسيون ديال العروق ديالو، خصو 3 شهور من بعد ما يمكنلوش كذلك يصوم. الناس اللي دارت العمليه على القلب او على ديال الشرايين، دارت العمليه على القلب، على الاقل خصها 3 شهور من بعد عاد يمكن ليها تصوم. الناس اللي كياخذوا الادويه مثلا عندها ضربه القلب، اللي عندها ضربه القلب كنسميوها خطيره، هادو ما يمكنلهمش يصوموا. الناس اللي كتاخذ الادويه ديالها بزاف المرات في النهار، 4-5 مرات في النهار مفرقين، ما يمكنلهاش تجمعهم هي في 800 سويع ديال الليل، هادو خصهم يصوموا، لانه الدواء ديالهم ما يمكنلوش يتجمع في ساعات قليله. طبعا الناس اللي هما في المستشفى ناعسين في السبيطار على ود القلب ولا الشرايين ما يمكنلهمش يصوموا، هذه مساله طبيعيه. فاذا غير نعقلوا، إذا كان المريض مستقر مزيان تحت المراقبة الطبية، الطبيب يسمح له يصوم، ما كاين إشكال. إذا كانت الوضعية ديالو إما سبق له دار عملية هذه 3 شهور، ولا عنده شي وقع له شي مشكلة هذه 3 شهور، ولا عنده ولا كيحس بالألم في الصدر ديالو، ولا كيحس باللهجة كيعيا، هادو جوج العلامات اللي الإنسان خصو يوقف الصيام ديالو ويمشي عند الطبيب.